خلال تفقده عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء محاولات تسفيه جهود الدولة. في يوم عيده، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة على دعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له. الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر باكنغهام في العاصمة لندن، وخطاب مرتقب للأمة. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، فضلا عن تفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل. كما قام الرئيس السيسي بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم. وقال الرئيس السيسي إن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن توجيهاته المستديمة للحكومة ستظل ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل. عامل أساسي في بناء الدولة وعماد المجتمع المصري منذ بدء الخليقة، إنه الفلاح المصري الذي يتوافق اليوم 9 سبتمبر الاحتفال به في كل عام، وهو العيد الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو، كما يتواكب مع عيد الفلاح. ويتواكب هذا العيد مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 سبتمبر من عام 1881. We'll be right back.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 70. وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية. ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن، على أن يكون البائع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر القمح نحو 1000 جنيه كسعر استرشادي للإرداب للموسم المقبل. عصر جديد يعيشه الفلاح المصري في السنوات الأخيرة التي حقق فيها مكتسبات غير مسبوقة، وحرصت الدولة المصرية على دعمه بكل أشكال الدعم الممكنة من خلال المبادرات التي خففت الأعباء عن المزارع، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية في القرى وغيرها. التنمية الزراعية تعد واحدة من أحد الأركان الرئيسة للاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي طالما حرصت عليه الدولة من خلال دعم الفلاح بكافة السبل المتاحة لتحقيق حياة كريمة له وتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم. استهدفت الدولة بتوجيه كافة أوجه الدعم للفلاح من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن للقضاء على الفقر، وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كما عملت الدولة على توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية، فضلا عن تطبيق منظومة التحول الرقمي لخدمة الفلاح، حيث تم إصدار كارت الفلاح المزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل. الدولة أطلقت منصة أجري مصر كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي. كما تم تطويرها بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل. وتعمل الحكومة بشكل مستمر في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ليكون الفلاح المصري شريكاً حقيقياً في النهضة التنموية والزراعية التي تشهدها البلاد. تقدم أعضاء اللجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، معربين عن التقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام. كما توجه أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم. أعلنت المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. يعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد هذا الاجتماع هو السادس من نوعه بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده في عام 2017، والذي يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة إفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستوري. ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الإفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستوري للمواطنين في القارة السمراء. وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام على مدار السنة، بيحدث نوع من التلاقي البحثي والتدريبي، ودي يعني أنا أردت أن أزف هذا الخبر
للإعلام قبل أن تبدأ الفعاليات، لأنه حقيقة هذا الاجتماع لابد أن يكون له ثمار متميزة، وإحنا حقيقة يعني هادفين إلى أنه هو يحقق نتائج على الأرض، نتائج ملموسة لا تنتهي آثاره. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية أكد خلالها أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى، مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد، وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. سيادتك صدقت على انشاء العديد من المحاور لتخفيف ورصد مناطق شرق القاهره وجنوب القاهره ومناطق غرب القاهره بمناطق القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه. لو اتكلمنا يا فندم عن محور ياسر رزق، محور ياسر رزق يا فندم الهدف من انشائه هو نقل الكثافات المروريه وتوزيعها في مناطق وسط البلد. الناس يا فندم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم والاوتوستراد ويرجعوا الى الطريق الدائري، فخلانا محور يا فندم جديد يبدا من تقاطعه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر. تم تنهي المرحله الاولى يا فندم بسيادتك كنت اتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر اللي كانت قابلتنا فيها تحديات، وتم التنسيق مع كافه اجهزه الدوله. بالنسبه للمرحله الثانيه يا فندم دي طولها 7 كيلومتر بتبدا من نهايه شارع 9 وحتى الربط على محور سميره موسى اسفل نفق الاسمرات. محور ياسر رزق يا فندم برضه ان شاء الله جاري اعمال ربطه بكورنيش النيل المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاذلي. يتم تنفيذ كوبري يا فندم في المنطقه دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه الى 45 متر يا فندم من الارض الطبيعيه، ثم طريق سطحي حتى الربط على ياسر رزق. بالنسبه يا فندم لطريق كورنيش المقطم بيبدا من مناطق الاسمرات يا فندم ويعتبر محور موازي لشارع 9 هيخفف الضغط عليه ان شاء الله. والطريق يا فندم بطول 7 كيلومتر حتى الربط على نهايه شارع 9 تم نهو الاعمال فيها فندم بنسبه 80% متوخي بس يا فندم القطاعات اللي سيادتك ان شاء الله هننفذ فيها الحوادث السنده عشان نطمن ان هو هيبقى ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. الطريق كورنيش المقطم ده يا فندم بدايته راعينا سيادتك ان هو يتربط بمحور تولى الكفراوي، ونظرا يا فندم لتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كورنيش المقطم بالعرض على سيادتك، سيادتك صدقت ان احنا نوحد الاتجاهات بعرض 7 حاره مروريه يمين وشمال محور حسب الله الكفراوي، ويبقى في دوران واحد فقط اسفل طريق دائري ثم الربط على مناطق زهراء المعادي. احنا حررنا ومش حررنا بس، حررنا وسهلنا الحركه في شرق القاهره تمام الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم ابتدينا نقرب شويه بشويه لغايه لما وصلنا احنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبه وشبرا الخيمه اللي هي المناطق اللي مليانه زحمه. طب احنا عملنا كده ليه؟ احنا قلنا ان الناس هنحاول نيسر الحركه في القاهره، مش كده؟ شرق وغرب، شرق القاهره وجنوب القاهره وغرب القاهره وغرب القاهره اللي بنعمله دلوقتي في الفيصل والهرم والجيزه، مش كده؟ تمام سيادة. والشيخ زايد. طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم او كل المصلحه اللي احنا بنعملها ان حجم الحركه اللي داخل الكتله السكانيه الضخمه اللي جوه القاهره اللي ما كانش فيه حل، لان احنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، صح كده؟ تمام يا فندم. فقلنا ايه؟ نخلي نحرر لهم الحركه اللي رايحه لهم. بالظبط. بحيث النهارده اللي يخرج يخرج بسرعه. اللي يخرج ايه؟ يخرج بسرعه. يخرج بسرعه، لما يخرج بسرعه يخلي يخفف الضغط ما امكن على الايه؟ على المنطقه السريعة. على المنطقه اللي في النص، مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش ساكتين. مش ساكتين يعني ايه؟ احنا بنتكلم على مدينه المقطم. مدينة المقطم كان بيخدمها شارع 9 بس. بالمناسبة يا احمد
اتفضل. انا كنت قلت المره اللي فاتت وانتوا في شارع 9، انا عارف انه صعب ان انت تشيل حاجه فيه، لكن على الاقل حسنوا من خواص الشارع. تم نوع فندم عمل التخطيط بالكامل وتتم العرض على سيادتك باستغلال كل المسطحات المتاحه ان احنا نحقق عرض بدل ما هو 5 حاره يبقى 6 حاره ان شاء الله ما امكن. يبقى شارع 9 موجود، ثم بعد كده لما نخلص ان شاء الله محور ياسر رزق وكورنيش هيبقى الحركه للمقطم ايه؟ يسير ان شاء الله، سواء كان للناس اللي في المقطم او للايه للمارين من خلال، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالمناسبه انا سعيد جدا انك انتوا بتعملوا التاكسيات الخرسانه ديت عشان ما يحصلش انهيار بعد كده، مش كده؟ لحمايه الاجنبي. الكلام ده مهم قوي ان الناس تعرفه. بالظبط. ده من التكاليف ايه؟ كبيره جدا. كبيره جدا، وانا شايفه بيتعمل هنا برضه. مش كده؟ بيتعمل هنا عشان نربط كمان مناطق الهواء الوسطى يا فندم بمناطق الكورنيش المقطم. انا عايز اقول حاجه للناس اللي بتسمعنا هنا، اي حاجه احنا بنعملها هنا احنا بنعملها طبقا لاصول على اعلى مستوى. بالظبط يا فندم. مش بنعمل موضوع يعني، لا مش بنشق طريق. الناس فاهمه برضه النهارده عشان اعمل حوايط ساندا كيلو ده ارقام كبيره جدا ونعاد، عشان في النهايه تيجي تجد الناس الحركه ديت سهله ليها، يمكن الناس تقول لك التكلفه دي كتير، يمكن وهي كتير حقيقي، لكن في مقابل حجم الحركه وتخفيف الاثار بتاعت التلوث، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الدوله اشتغلت فيه من بدري قوي. وانا عايز اقول ايه، الكتله دي بالكامل اللي كان يصعب الحركه فيها، انا عايز اقول للناس يا ترى احنا بنتحرك فيها ازاي؟ طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعمل ده والمشاريع المقاتل الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقه دي وبتتعمل في كل حته في القاهره على الاقل عشان نخفف الاثر بتاع الزحام ال 20 مليون مواطن اللي موجودين. تمام. وكمان احنا سيادتك بنستغل الفرصه دي في ان احنا بنجدد جميع البنيه التحتيه الموجوده في المنطقه بالكامل. خلاص يا ان شاء الله 30/12 هنخلصه كله يا فندم، بس هنستاذن سيادتك ان القطاعات اللي فيها الحوائط السنده بس عمل التصميم جاري، وهنقدم سيادتك مخطط زمني في خلال يعني فتره قريبه ان شاء الله، مش هنتاخر كتير، ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوقيت اللي سيادتك عملته، يعني 30/10 هيبقى في اتجاه مفتوح، حتى لو في بعض القطاعات فيها اعمال هنفصل عليها حركه. طيب. عشان بس يبقى الطريق برضه شغال ان شاء الله. برضه دايما السؤال اللي بساله لكم دايما واحنا موجودين، هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقه حاجه ممكن نعملها نيسر اكتر على الناس في حركتهم، او نفتح مجال لاماكن الاماكن دي بالظروف الحاليه ما تسمح لهمش بالاستفاده منها؟ هو فندم ان شاء الله زي ما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع 9 ده باذن الله خلاص في خلال فتره قريبه هيتعدى على سته تطويره، ويتم دراسه ان شاء الله يا فندم انشاء محور موازي لشارع 9 من ثم العرض على سيادتك في حاله التصديق. المحور ده هو كده بالظبط يا فندم، من اول سيادتك اللي محور الكوبري عمر سليمان هيمشي سيادتك، كان في مسارات قديمه في مدرسه يا فندم دلوقتي وهيسكت عنها. اسمح لي سيادتك انا اوضح لحضرتك ان احنا ان شاء الله بمجرد نهو اعمال محور ياسر رزق ده قدرنا نبدا بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فندم، موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم ما بين المناطق جنوب القاهره اسف ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة، طوله 21 كيلو متر يا فندم موازي كامل، وده يا فندم هيساعدنا إن شاء الله إن احنا أولاً نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كورنيش النيل سيادتك، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا، إن يا فندم كانت القاهرة يا فندم سيادتك مدروس إن في سنة 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي احنا فيه يا فندم دلوقتي كانت القاهرة السرعة اللي أنت دي فيها عن 10 كيلو متر في الساعة. طب أنا برضه يهمني في النقطة دي حاجة حولتك. اتفضل. احنا الكلام ده المرة اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعة خلي بالكم المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها إن أنا أخفف الحركة على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وأنا عارف إن في تطوير لصلاح سالم. إن شاء الله. وهنا يهمني أقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم تواجدات على محور الحركة بتاعتنا، سواء كانت مقابر ذات قيمة لشخصيات إحنا بنقدرها وبنحترمها أو ذات أثر تاريخي. أنا بقول الكلام ده عشان الكلام ده أنا بشوفه وبسمعه إن يقول لك إيه اللي هيشيلوا المقبرة بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف، لا 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 يمكن أبدا إن إحنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها أو للمناطق الإيه الأثرية. بنعالج ده يا إما بكباري مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انتوا تقولوه عشان الناس تبقى ما تدوش فرصه لحد ان هو يعني ايوه يشوه الجهد اللي انتوا بتعملوه. في بعض المحاور يا فندم تم نهوها بالفعل، اسمعي لسيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي،
وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري محور شهر السنوات يا فندم، واللي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئه انسيه للقوات المسلحه وجهاز التعمير، واللي بيبدا من تقاطعه مع شارع رمسيس، والهدف منه نقل تخفيف الكثافه المروريه في الكتله السكنيه المزدحمه في وسط البلد والعباسيه. وسيادتك بيمر يا فندم اسفل طريق صلاح سالم، ثم اعلى محور الاوتوستراد، واعلى محور امتداد المشير طنطاوي، ثم اعلى محور الشهيد، وحتى وصولا الى محور الميثاق. محور الميثاق سيادتك يا فندم بيمر بدءا من نهايه محور جهان السادات واعلى شارع الحسن المامون، ثم اعلى محور شينزو ابي عن طريق كوبري، ثم اعلى ثم يتقاطع مع بدايه محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط بمناطق القاهره الجديده عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شينزو ابي يا فندم اللي بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم يمر اسفل شارع حسن المامون واسفل محور الميثاق، ثم يمر اسفل شارع مصطفى النحاس، وكوبري طوله كيلو و200 متر يا فندم يمر داخل مدينه الامل، ثم موازيا لطريق السويس، وتم مراعاه تحرير الحركه المروريه في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد 3 كوبري مررت على محور نجيب محفوظ مناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري الفنان سمير غانم. لو اتكلمنا يا فندم عن المحاور اللي جاري تنفيذها حاليا، اتكلم يا فندم عن محور سميره موسى. محور الدكتور سميره موسى يا فندم بيبدا من تقاطعه مع شارع جمال محمد علي اللي تم ربطه بمناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري كريان عبد العزيز. تم تنفيذ على المحور يا فندم عدد 1 نفق، وجاري تنفيذ عدد 2 نفق يا فندم في منطقه ارض شمال محور المشير، ويمر المحور ايضا فوق محور المشير عن طريق كوبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه ل 25 متر، ثم يمر بكوبري اعلى محور عمر سليمان، ثم يمر يا فندم بكوبري اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وكوبري اعلى محور الشهيد، وينتهي المحور عند ربطه بمحور ياسر رزق اللي سيادتك مشرفنا عليه عن طريق نفق الاسمرات اللي امام سيادتك. احنا هنخلص تمام يا فندم. احنا ان شاء الله يا فندم طبعا نهو الزمن تم نهو المرحله الاولى الحمد لله في ياسر رزق 100%. المرحله الثانيه سيادتك بالنسبه للتنفيذها دلوقتي 64%، ان شاء الله الاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى سميرة موسى الاتجاه ده ان شاء الله هنخلصه 30/10 باذن الله بالكامل. في حاجه ثانيه يا احمد؟ اهو مش متشكر، وانا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وبقولها ان يمكن في الاول واحنا بنشتغل الكلام ده خلال الخمس ست سنين اللي فاتت الناس ما كانتش متصوره ايه اللي احنا بنعمله. النهارده الناس باستخدام الفعل الممارسه العمليه عرفت اللي احنا بنعمله ده نتائجه عامله ازاي. بشكرك واشكر رجالتك اللي بتعملوا شد حيلك. شكرا. كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها بعواصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من محور حسب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر القديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضبة الوسطى وحي الأسمرات بالمقطم ومحور ياسر رزق وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم. سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، ومنها طريق ومحور سين صاد الذي يربط طريق الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي، وتنفيذ محور محمد عزة عادل بإجمالي أطوال 12 كيلو متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه. سيادتك يا فندم تم حل المشكلة المرورية بتقاطع الطريق الدائري بمنطقة كارفور. سيادتك صدقت بتنفيذ كوبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي. سيادتك يا فندم تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزة عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية 5 حارة مرورية لكل اتجاه. النقطة اللي سيادتك مشرفنا عليها يا فندم هي تقاطع محور محمد عزة عادل مع طريق العين السخنة، والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه، وإنشاء اللوبات والرمبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع. وبالفعل يا فندم تم الانتهاء من أعمال الرمبات، وذلك لضمان استمرار المرور
فوق طريق العين السخنة من القاهرة وإلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس. كده فندم إحنا قدرنا نربط محور محمد عزت عادل ومنطقة جنوب القاهرة بالمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. إحنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر يناير، وبعدها فندم انزل أعمال الطرق، لأن فندم ارتفاع قطع طريق السخنة يصل إلى 30 متر. برضو الكلام اللي أنا بقوله إيهاب وبقوله للزميل محمود، لو أنتوا في بعد وجودكم في المنطقة دي خلال فترة العمل اللي فاتت شايفين حاجة تانية تتعمل وما يعني يزعل بس علينا وقولوا لنا امتى بقى هنخلص كده بالطريقه دي. سيادتك باذن الله نفق الخرسانه باذن الله اخر السنه باذن الله اخر شهر واحد، ان الرد من فوق 30 متر باذن الله اخر شهر الدنيا هتكون خلصانه وطريق كوبريش. معلش بلا احنا هنفتح كده كده هنفتح بدل ما نخليه خمس حارات خليه ست حارات للجيش عشان بحيث ان احنا لو حتى يبقى في فرصه لحاجه يبقى ده تمام مش خمسه تمام سته يبقى سته تمام ماشي. شكريك. وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. يتواصل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. زي محافظ مني علشان خاطر ان انا اشتري شويه طلبات لاولادي وكتب وحاجات من دواء، ولقيت حاجات رخيصه قوي داخله اشتري حاجات كراريس وشنط وقلام وكل حاجه. بصراحه الشادر جميل وكويس وحلو قوي. حاسس بالمواطن في دخله المدارس وفي الاسعار اللي بقت عاليه شويه على المواطن، بس المبادره دي موفره علينا حاجات كثيره ونشكر السيد الرئيس عليها. معارض المبادرة التي يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة، وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%، إضافة إلى توافر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم خصومات بتتجاوز 30-40%، ممكن تصل ل 50%، وفي منتجات منها بتصل لسعر التكلفة، ما بقاش فيها مكسب تماما. دايما على طول بنشترك في المبادرات ديت، لأن دي بتشيل عن الكاهل المواطن المصري، ونكون حريصين إن احنا بنوفر له البضاعة بأسعار منخفضة. مبادرة عظيمة، ونحن الآن الأسعار كلها مناسبة وما شاء الله. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض الأسعار. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفرت كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة. عديت النهاردة على الخيمة عشان أشتري ملتزمات المدرسة، فلقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس، الخامات جميلة، الأسعار كويسة جدا. اشتريت كشاكيل وبصراحة أسعار مخفضة عن بره، بصراحه حاجات جميله يعني، خدت فكره عن المكان ولا حاجات حلوه بصراحه. وبصراحه نشكر الرئيس اللي لقينا حاجه كويسه وحاجه كده يعني بصراحه احسن من بره بكتير وحاجه نظيفه. الى جانب المستلزمات المدرسيه تتوافر السلع بكافه انواعها، خاصه الاستراتيجيه منها بتخفيضات تصل نسبتها الى 60% تحت مظله المبادره لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين. اسعار غير بره خالص، وفرت معانا، وفرت كتير كمان. انا جيت واشتريت حاجات كويسه وباسعار اقل من السوق وجميله جدا،
وشكرا لكم جميعا. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كما أعدت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجا وبدائل العشوائيات على مستوى الجمهورية في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. الضباط جم وزعوا علينا حاجات اللي هي الشنط، والشنط فعلا جميلة قوي، وهي كل سنة برضو بيوزعوها علينا. شكرا يا ريس وشكرا لوزارة الداخلية. كلنا واحد مبادرة قطارها لا يتوقف عند حد معين، بل هي المظلة الاجتماعية والإنسانية التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك. نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طن. في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 45 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية، من بينها 176 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يلقي الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا في وقت لاحق أول خطاب له للأمة البريطانية غدا تتويجه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما. هذا ووصل ملك بريطانيا إلى قصر باكنغهام في العاصمة لندن وصافح أفرادا من العامة خارج القصر بعدما نزل من سيارته هو وزوجته كاميلا وسط هتافات من حشد لتجمع خارج القصر. وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد أعلن حدادا ملكيا على والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ينتهي بعد جنازتها بأسبوع. إلى ذلك قال قصر باكنغهام إنه تم إطلاق 96 طلقة مدفعية في لندن تكريما للملكة الراحلة، بحيث تعبر كل طلقة عن عام من حياتها. Come on, Trigger!
وفي اجتماع لمجلسي العموم واللوردات في بريطانيا، قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن الملكة إليزابيث الثانية كرست حياتها لبريطانيا. وأضافت تراس أن الملكة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة، مشيرة إلى أن بريطانيا تلقت التعازي من كل أنحاء العالم. نشعر بحزن كبير لرحيل جلالة الملكة، وقد نكست الأعلام والتعازي أرسلت من كل أنحاء العالم منذ وفاة والدها. وسون تشرشل قال أن رحيله كان هو بمثابة تعطيل لمسيرة أمة كاملة، والآن الحياة بعد أن استؤنفت الملكة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية كانت من أعظم القيادات العالمية. هذا وقد أعرب قادة وزعماء الدول عن تعزيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما، واعتبروا أنها أثرت في بلادها والعالم ونجحت في استقطاب محبة البريطانيين وغير البريطانيين. أعلنت الحكومة البريطانية رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، ونشرت إرشادات الحداد الوطنية. وذكرت الوثيقة التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر والخدمات العامة أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية. وقالت الحكومة إنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل للأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة. منذ إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتتناقل وسائل الإعلام عبارتين، سقوط جسر لندن ووحيد القرن، وهما عبارتان تعنيان وفاة الملكة. فأما سقوط جسر لندن فيعني أن الملكة توفيت في لندن، أما عبارة وحيد القرن فتعني أنها توفيت بسكوتلندا كما حدث. ولكل عبارة من العبارتين طقوس مختلفة تم وضعها في 60 القرن الماضي، وتتضمن وثائق سرية عن تفاصيل الخطة الكاملة للحكومة في حالة إعلان وفاة الملكة.
وهذه العملية يونيكورن تشمل تعليقا فوريا للأعمال في البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا، كما أن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سانت جايلز سيكونان نقاط الاتصال الرئيسة للصحفيين والجمهور، ويحمل نعشها إلى الكاتدرائية في رويال مايل ليتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة ويفرلي لتبدأ رحلة أسفل الخط الرئيس للساحل الشرقي وتنتهي في لندن، وتستمر أيام الحداد الملكي بعد 7 أيام من جنازة الملكة إليزابيث. وتوضح الوثيقة 48 خطوة يتم اتخاذها، من بينها أن السكرتير الخاص للملكة سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة وهو يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه، ثم يقوم بعد ذلك مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، وتقوم هيئة الإذاعة البريطانية بتفعيل نظام إرسال التنبيه اللاسلكي وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، كما سيتم إغلاق بورصة لندن. ويحمل نعش الملكة على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحارا إلى قلعة وينسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها تتوقف الكاميرات عن البث وتبقى البلاد في حالة حداد. ويتم تنصيب الملك تشارلز الثالث عبر طقوس تاريخية لم تتغير منذ أكثر من قرنين من الزمن. وكما هو الحال في مثل هذه المراسم سيكون هناك اهتمام بما قد تم تغييره أو إضافته أو تحديثه كدليل على حقبة جديدة للمملكة المتحدة. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة زابوريتجا النووية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوضع في مدينة إندرهوارد الأوكرانية والتي يقيم فيها العاملون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا محفوف بالمخاطر بشكل متزايد. وطلب المدير العام للوكالة بالوقف الفوري وبشكل عاجل لجميع العمليات القصف في المنطقة بكاملها، مضيفا أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء في المدينة. اقتربت القوات الأوكرانية التي تحرز تقدما سريعا على الأرض من خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يزود القوات الروسية في شرق البلاد بالإمدادات، بعد أن أحدث انهيار جزء من الخط الأمامي الروسي أكبر تحول في زخم الحرب منذ أسابيعها الأولى. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطاب مصور إن القوات الأوكرانية حررت عشرات التجمعات السكنية واستعادت أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في الشرق والجنوب خلال الأسبوع الماضي. أوضح زيلينسكي أن جنوده انتزعوا السيطرة على بلدة بلاكيليا الشرقية جنوبي خاركيا فيثاني أكبر مدن أوكرانيا،
وفي المقابل رفض الكرملين التعليق على تقارير عن هجوم أوكراني ناجح في منطقة خاركيف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تراجعت على محور نيكولايف كريفاي روج بالجنوب بعد محاولات فاشلة للهجوم، وخسرت 3 دبابات و4 عربات مشاة قتالية وأكثر من 270 جندي خلال يوم واحد. وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمتها الدفاعية أسقطت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار في عدة مناطق، وأشارت الوزارة أيضا إلى تدمير 18 قذيفة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة. وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي يواصل ضربات لمنشآت عسكرية في الأراضي الأوكرانية لتدمير قذائف صواريخ متعددة الإطلاق أمريكية الصنع. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد الخسائر الهائلة التي تتكبدها القوات الروسية في الحرب بحسب تعبيره. وخلال كلمة له من مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أضاف بلينكين أن هناك عددا هائلا من القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا، لافتا إلى أن الإلقاء بمزيد من الجنود في الحرب يعد أمرا مأساويا ومروعا بحسب وصفه. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسن ستالنبرغ استعداد الحلف لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية على المدى الطويل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال ستالنبرغ إن القوات الأوكرانية تدافع ببسالة ضد الهجمات الروسية التي تشنها بشكل مستمر على مناطق كييف، مؤكدا أن الحرب دخلت حاليا مرحلة وصفها بالحساسة، مشددا على أن الحلف سيفعل كل ما في وسعه حماية حلفائه والدفاع عنهم، وأن المساعدات التي يقدمها الحلف لأوكرانيا ساهمت بشكل كبير في تغيير الوضع على الصعيد الميداني. أعلنت وزارة المالية التشيكية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على قرض بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية. يعد القرض الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد يعد جزءا من حزمة إجمالية بقيمة 9 مليارات يورو تم الإعلان عنها في مايو الماضي. وأوضحت وزارة المالية التشيكية أن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم الجزء المتبقي من الحزمة المقررة لصالح أوكرانيا إلى قروض أو منح. نظمت وزارة الصحة قافلة طبية في قرية الإبراهيمية القبلية بدمياط التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. احنا موجودين النهارده في قرية الإبراهيمية البحرية تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، قوافل علاجية بتقدم للمواطنين خدمة الكشف والعلاج والتحاليل والأشعاعات، طبعا كل ده بيتم بالمجان. قوافل علاجية من أهم مميزاتها إنها بتوصل للمناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية بحيث إنها تقدم خدمة طبية متميزة للمواطنين في الأماكن عندهم. إحنا النهارده في قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط في القافلة العلاجية.
بنكون في لجنة التقارير الطبية بالقيام مع المريض بتحويله إلى المستشفيات إذا استلزم الأمر بعد الكشف في العيادات المختلفة بالقافلة العلاجية، بحيث أن احنا نقدر نكمل مع المريض لو احتاج إلى قرار نفق الدولة أو بعض الأشعات أو بعض التحاليل الغير موجودة بالقافلة والموجودة بالمستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط. احنا بنستطلع رأي المريض عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، بنشوف رأيهم إيه عن الخدمات، الطبيب كشف عليهم كويس، صرف العلاج كله على أكمل وجه، في حاجة كانوا محتاجينها مش لاقيينها، لو في أي مشكلة أي حاجة بنقدمها لمنسق القافلة، بيشوف إيه الحاجة اللي كانت ناقصة ما تقدمتش العلاج، لو في أي حاجة ناقصة أو أي حاجة هم بيستكملوها. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة في قرية كفر الشيخ سليم بطنطا بمحافظة الغربية وقعت الكشف الطبي من خلال هذه القافلة الطبية على 1377 حالة وتحويل 72 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة ومحو 110 مواطنين. وأكد المسؤولون بجامعة طنطا أن القوافل الشاملة التي نظمتها الجامعة تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجا بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ما هو قدم في نشرتنا أخبار المال والأعمال؟ يقدمها لنا الزميل مصطفى نزار، تفضل. شكرا فاطمة وشكرا هذا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تقدمت بنحو 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية، يأتي ذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا للخطط التنموية التي تنفذها مصر خلال السنوات الماضية، وكنتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات خاصة في الصحة والتعليم. تواصل الدولة توفير السيارات المتنقلة التي تقدم مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ومن بينها سيارات أهل المدارس والعربات التي توفر المنتجات الغذائية واللحوم. تحت شعار أهل المدارس، وفرت الدولة سيارات متنقلة تنتشر في الشوارع والميادين في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم المستلزمات المدرسية بتخفيضات هائلة للمواطنين وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. معرض أهل المدارس هو بدأ من 1/9 حتى 10/9، عبارة عن 119 معرض فرعي في المحافظات، 23 معرض رئيسي، 33 شادر، 27 سيارة متنقلة زي اللي حضرتك شايفهم في الخلفية، وأكثر من 500 مكتبة على مستوى محافظات الجمهورية. تخفيضات من 25% إلى 50%، المكون المحلي أو الصناعات المصرية الوطنية على الأقل 70%. المعارض اللي موجودة في الميادين الرئيسية زي السيارات اللي حضرتك شايفها دي في الأماكن الأكثر احتياجا. مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة هي إحدى الأسلحة اللي بتستخدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعالجة الأزمات في ظل حرص الدولة على تذليل العقبات على المواطن ومجابهة الأسعار. بتشارك المنافذ المتنقلة في عدة أنشطة، أول نشاط وهو النشاط الأساسي في نشاط السلع الغذائية والمجمدات، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات اللي بتقدمها الوزارة زي مبادرة أهل المدارس اللي احنا مشاركين فيها حاليا. تسعى الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال انتشار منافذ وزارة التموين المتنقلة وتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين وتقديم المنتجات الغذائية واللحوم. بتبيع الأسعار بتخفيض 30%، لو حضراتكم شفتوا اللحمة
البرازيلي ب 82 الكيلو، الفرختين ب 65، اللي عندنا اللحمه السوداني 120 و 115، وفي المفروم 90، وفي الضاني ب 140. حضرتك احنا عندنا كم نوع من السيارات؟ شباب الخريجين تبع وصاله التموين عندنا اليوم الواحد، والعربيات المتنقله تبع الجيزه وامان والداخليه. بالاضافه لتقديم السلع للمواطنين، يوفر مشروع السيارات المتنقله فرص عمل للشباب، حيث ان السياره الواحده يعمل عليها 3 شبان، والسياره تعمل على صرف السلع التموينيه بالاضافه الى توافر المجمدات. الهدف من هذه السيارات هو كسر الحركات الاحتكارية والتغلب على محاولات بعض التجار لخلق نوع من الاحتكار في الأسواق وتوفير المنتجات والسلع للمواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أنهى مؤشر أبو ظبي تداولات على صعود وسط ارتفاع لأسعار النفط، لكن مؤشر دبي أغلق على استقرار بعد خسائر لجلستين، وقد ارتفعت فيه الأسهم في أبو ظبي بنسبة 1%. ودعمت 3 جلسات متتالية من المكاسب للمؤشر لينهي الأسبوع مرتفعا بعدما ظل في المنطقة الحمراء ل3 أسابيع متتالية. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى مع هبة وفطيمة. شكرا لك الزميل مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية. ولم يتبقى لنا في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال تفقده عددا من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء محاولات تسفيه جهود الدولة. في يوم عيده، الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على دعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له. الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر باكنغهام في العاصمة لندن وخطاب مرتقب للأمة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.